كهرباء. وكل مصر بتتكلم على كهرباء. كهرباء هيتوقف امتى؟ كهرباء خلاص النهارده اخر يوم في مهله كهرباء في الايقاف، وما ينفعش ان هو يلعب بعد كده الا لما يسدد الغرامه، وكلام كتير جدا، وناس بتتكلم عن قانونيه مشاركته امام بيراميدز. وكالعاده المكان الوحيد اللي حضراتكم هتعرفوا فيه حقيقه موضوع كهربا هو هنا في الريمونتادا. طيب اول حاجه، كهربا عنده القدره ان هو يقدر يلعب. اسمعوا الكلام ده مني بقى، ايه ده الكلام الصح. كهربا عنده الحق ان هو يفضل يلعب ويمط في موضوع تسديد الغرامة اللي عليه على الأقل كمان 5 أو 6 شهور. كهربا يقدر بالقانون ان هو يمط، يأجل، يشتري وقت كمان 5 6 شهور. طب ازاي والناس كلها بتقول ان كهربا المدة بتاعته تنتهي النهاردة، وان هو لو ما دفعش ما ينفعش يشارك؟ كل الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده في القانون ملوش اي اساس من الصح. ايه بقى الصح؟ الصح ان كهربا يوم 8 فبراير طلع قرار، القرار ده بيقول ان هو لازم يسدد غرامة. الغرامة دي 2 مليون دولار بالفوائد، 2,480 ايا كان قصتها ايه، ولكن مش مهم يعني الرقم، على قد يعني ما الاجراءات ايه. تاني يوم على طول بيدي بقى، لو هو بيطلع القرار ده بيدي للعيب مهلة 10 ايام ان هو يطعن على القرار ده، او ان هو يعني يشتري وقت. فطبعا مش يطعن على القرار، بيطلب حاجه اسمها طلب حيثيات من المحكمه. يعني ايه حيثيات الحكم بتاعك ده؟ اسمه ريكويست اوف جراوندز. ده اي محامي، مش شطاره من حد بتاع اي محامي، ده اجراء روتيني المحامي بيعمله. لغايه في الستين يوم المهلة بيبدأوا، اسمعوا بقى كلامي كويس، بيبدأوا أول لما القاضي يبعت لك الحيثيات بتاعت الحكم بتاعه. يبدأ بقى 60 يوم. يعني ايه؟ يعني طول الفترة اللي فاتت دي كلها 60 يوم دول مش محسوبين، لسه القاضي ما بعتش لمحامي كهربا قال له الحيثيات بتاعت الحكم ايه. الرد بتاع القاضي ده هيوصل بالحيثيات بتاعت الحكم، هيوصل في خلال شهر من النهارده تقريبا، في خلال شهر. بعديها يبتدوا 60 يوم يعدوا على كهربا. طيب تاني، عشان اللي انا بقوله لحضراتكم ده جاي بعد يعني دراسة كبيرة جدا للقانون، عشان انا اللي يهمني ان انا اقول لحضراتكم المعلومة الصح. اللي انا بقول لكم مفيش اي برنامج تاني رياضي او مش رياضي هيقول لكم القانون بيقول ايه. كهربا يا جماعة مش هيتوقف دلوقتي خالص، لسه قدامه كام كارت كده معاه يقدر ان هو يلعب بيهم. وكل الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه في كل حتة ده ان كهربا خلاص المهلة انتهت وان كذا وبتاع، كل الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة ولا ليه اي علاقة بالقانون. انا بقول لحضراتكم بقى دلوقتي عشان تفهموا الموضوع، ايه هي الاجراءات
القانونيه اللي بيسمح ليها او بتسمح بيها قوانين الاتحاد الدولي للكهرباء ان هو يعني يستغلها. طيب القرار طلع تاني يوم 8 فبراير، بعديها بيوم على طول محامي كهرباء طلب حاجه اسمها ريكويست اوف جراوندز. يعني ايه ريكويست اوف جراوندز؟ يعني طلب للاطلاع على حيثيات الحكم. انتوا عارفين حضراتكم اي حكم بيتاخد لازم من حق المحامي بتاع المحكوم عليه او المجني عليه او ايا كان او ايا من الطرفين ان هو يطلب حيثيات الحكم ده. تعالى تقول لي انت حكمت بالكلام ده ليه؟ فالقاضي بيكتب بقى يقول انا حكمت بالكلام ده بناء على كذا وبناء على كذا وبناء على كذا وبناء على كذا. محامي كهربا يوم 9 فبراير قدم طلب ان هو عايز حيثيات الحكم بتاعت القاضي. حيثيات الحكم بتاعت القاضي، تمام؟ لغاية دلوقتي وانا بكلمكم لسه القاضي ما ردش بالحيثيات بتاعت الحكم بتاعه. الشهرين المهلة 60 يوم ما يتحسبوش الا بعد ما القاضي يرد على كهربا. هيرد عليه امتى؟ لسه قدامه على الاقل شهر مساحة ان هو يرد عليه. هو لغاية دلوقتي ما ردش عليه. فكهربا مستمر في اللعب مع النادي الاهلي عادي. طيب هل ده معناه ان القصة خلصت؟ لا، في عواقب على كهربا بالكلام ده. بس هو كل اللي يهم كهربا دلوقتي ايه؟ ان هو يلم المبلغ، ان المبلغ يتلمله ويبقى معاه في الوقت اللي هو هيبقى معاه المبلغ هيسدد. انما هو كل ده زي ما قلت لحضراتكم لو تفتكروا قبل كده المحامي بتاع كهربا بيشتري وقت للعيب. كل ما اللعيب بيلعب كويس وبيجيب اجوان كل ما ده بيمثل ضغوط على إدارة الأهلي إن هو لازم يتصرف في موضوع كهربا. هو اللعيب بيلعب الجيم كده، شغال في الجيم كده، بيعمل شغله والمحامي يعمل شغله، يشتري له وقت. لما حد بيبقى عنده كيس زي دي بيبقى أهم حاجة إن اللعيب يعمل شغله كويس عشان يساعد كل الناس اللي حواليه. وبصراحة كهربا عامل شغله في الملعب 10 على 10، واخد الموضوع ان ده تحدي وان هو في كل مباراة بيعرس فيها هدف وبيتألق ان هو كده بيفرض على كل من حوله ان هو لازم يساعده. خلي بالكم لو كهربا ما بيجيبش جوان ومستواه وقعش وملخبط في الملعب كانت الدنيا هتبقى بالنسبة له صعبة جدا جدا. كانش حد هيمدله ايديه يقول له ازايك حتى. انا بقول لكم الحقيقه، لاعب كهربا لعب 13 ماتش سجل 9 وصنع 2، يبقى هو كده كلاعب كوره، كلاعب كوره هو عمل اللي عليه. والشغل بقى دلوقتي على المحامي ازاي ان هو يطول له في الموضوع. وبرده انا بقول لكم المعلومات دي يعني بعد عناء من ان انا اوصل لها ازاي، لان محدش فاهم القانون في مصر قوي الا ناس قليله جدا. الحمد لله الناس القليله دول هم مصادري عشان اطلع اقول لحضراتكم حقيقه الموضوع. طيب لان انا اسهل حاجه ان انا ايه